قعدت افكر ايش في وسيله اللي تكون سريعه اخذها هلا من هلا ابلش فيها. فخطرت لي انه انا بما اني عمالي بعاني لي سنين مع الحاجز وبعاني مع الازمه وبعاني مع انه انا كثير بتاخر وكثير عم بياخذ من وقتي ومن طاقتي، اشوف الشباب بالعاده عم بيقطعوا المعبر بسهوله جدا بالسكوتر. اكيد في استغراب من الشارع كأنثى عم تمشي على سكوتر، وهذا الشيء احنا مش متعودين عليه. ما بعرف مين يعني حط الكريدت للشباب انهم بس يسوقوا السكوتر، ولكن انا بحس انه الشيء كمان لا ينتقص من انوثتي، يعني انا عم بستخدم وسيله. انا لانا جمال، عمري 25 سنه، من القدس، سكان كفر عقاب. انا محاسبه وبكمل حاليا استشاره ضريبيه. من الاشياء اللي كثير بحبها الفن، الرسم، بعزف على القانون، وانا فتاه السكوتر. كنت انا اضل انزل على الشغل، تمام، انزل بالسياره او انزل مشي. اشوف الشباب بالعاده عم بيقطعوا المعبر بسهوله جدا، الحاجز بسهوله جدا بالسكوتر. فخطرت لي انه انا بما اني عمالي بعاني لي سنين مع الحاجز وبعاني مع الازمه وبعاني مع انه انا كثير بتاخر، عم بفيق الصبح بنفسيه مش كثير لطيفه لانه انا عم بطلع على الشغل اول شيء بيصادفني بيومي هو الحاجز. فأول إشي خطر لي صراحة هو كان البسكليت والمطور والسكوتر. أنا بالنسبة إلي السكوتر هي أنا عم بمشي، بس أنا بطريقة أسرع من البني أدمين اللي بيمشوا على الشارع طبيعي. وبالنسبة إلي السكوتر كانت إنه بقدر أطلعها بالباص في حال كان أنا صار معي إشي، كان في كتير شتاء، برغم من إنه كمان بالشتاء بلبس رين كوت اللي هو جاكيت الشتاء وبقطع المعبر فيها وبكمل. بطلع عن الحاجز، بكون برا الحاجز بخمس دقايق، وهذا كان بالنسبة لي أكبر إنجاز أنا بعمله. أو من الحاجز لشغلي، شغلي بشعفاط تقريباً بتاخد لها 20-25 دقيقة، فأنا فعلياً نص ساعة بكون بالشغل مبسوطة، ببلش يومي لسه في نشاط، عكس الأيام اللي كنت أنزل فيها مع الأزمات. كنت أوصل الشغل أنا خلص مستعدة يعني منهكة. بعد السكوتر صار إنجازي أكتر بالشغل وبحياتي بشكل عام، صرت عم بركز على حالي كتير أكتر. كمان السكوتر غير اني انا بقدر اطلع على الباص، انا بقدر اضبها، انا بقدر احملها كانه شنطه، بقدر تكون يعني رفيقتي بكل محل انا بدي اروح، حتى لو دخلت على محل انا بقدر احملها وبقدر اتنقل فيها كثير بسهوله. تربيه اهلي كانت لنا دائما انه احنا كيف نفكر خارج الصندوق، وكيف نكون قوايا، وكيف نكون إذا بدنا إشي نضل وراء لنعمله. فعلياً أنا مش عم بعمل إشي غير إنه أنا عم بمشي شوي بشكل أسرع من الناس اللي على الشارع، فإنه أنا هذا الإشي يعني ما خلاهم يعارضوا، وكانوا بالعكس دائماً داعمين إلي بكل قرار أنا باخده، خصوصي إنه هم اللي عايشين معي عارفين إيش قديش الإشي عم بيأثر على شخصيتي، عم بيأثر على نفسيتي كمان. لابد من وجود الناس اللي دائماً منتقدة من دون سبب لعدة أسباب، ممكن تكون هي مش عاجبها أو إشي ما بيناسبها فما بتتقبل حد الناس التانيين، وممكن تكون هي حابة تعمل نفس هذا الإشي بس الناس اللي حواليها مش داعمة أو هي مش قادرة. مش يعني السكوتر كمان تحتاج جرأة كتير كبيرة. بالنسبة إلي كانت إنه أنا حاطة نفسيتي هي الأولوية. كمان بالمقابل في ناس اللي هي دعمتني، أصحابي دعموني، الشارع كان في ناس توقفني تقول لي برافو عليكي، ناس تكون مرأة بالسيارة تقول لي جدعة. أكيد في استغراب من الشارع كأنثى عم تمشي على سكوتر، وهذا الإشي إحنا مش متعودين عليه، ولكن أنا بحس إنه الإشي كمان لا ينتقص من أنوثتي، يعني أنا عم بستخدم وسيلة.